مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في خبر اليوم نقدمه لكم من قناة شوف تيفي. فجر القضاء الامريكي ضجة كبيرة في سماء كرة القدم وبالضبط في امبراطورية السويسري جوزيف بلاتر حينما اعلن ان اعضاء من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا متورطون في ملفات فساد قوية وتهم بالخصوص ملفات تنظيم كأس العالم وكذا الانتخابات، بل واصدر امره باعتقال مجموعة من الاعضاء المتورطين، وهذا ما قامت به السلطات الامنية السويسرية. القضاء الأمريكي أكد أن الفيفا شهد فسادا وقضايا رشوة كبيرة، ومن بين الملفات التي جاءت على لسان مسؤول القضاء الأمريكي ملف تنظيم كأس العالم لسنة 2010 والذي نالت جنوب إفريقيا شرف تنظيمه، حيث أكد المدعي الأمريكي أن مجموعة من الأعضاء تسلموا رشاوى من جنوب إفريقيا من أجل تنظيم هذه النسخة على حساب المغرب. نستمع بهذا الخصوص لعضو الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم المغربي سعيد بالخياط. هما كاين جوج ديال كاين دو زونكيت، ماشي كاين انكيت ماليه كان قبضوا دا واحد السيد تاخذوا له الشوك بلازير. الشوك بلازير كان عضو ديال المجلس التنفيذي في 2010 ولذلك حصلوا عليه واحد تلعب في الفلوس بزاف، يعني دخلوا الفلوس تعرفوا في الايتاجوني عندهم داكشي الفلوس صعيب، يعني كلشي عندهم مراقب مع التيروغيز ومع الصلايح ومع يعني اي فيغمون جا فيه مشبوه حصلوه دخل الفلوس بزاف ملي تحقوا معاه تسبق بان على طريق الفوتبول دخل الفلوس بزاف، دونك قبطوا هذا في 2010 وعطاهم بالسميات. هذيك الدعوه وصلت لدابا وصلت لها اللي خلت له هذاك الوزير ديال العدل بان حتى كاس العالم ديال 2010 كانت مغشيه فيها رشوه، يعني هذا كيوضح بان الميز ديالنا كان مزيان وبان ما خصنا الا بطريقه غير معقوله في الوقت اللي هذوك الناس اللي تخبطوا كلهم كانوا صوتوا ضدنا كلهم اطلاقا، يعني ما جنوب افريقيا وافريقيا الشماليه والوسطى كلهم صوتوا ضد المغرب. دونك هذا هذه القراءه الاوليه كيبين ان المغرب كما كان الحل مرتاح وجعلوا الاعتبار وكيصرف في موسكو الاعتبار وبشهادات الجميع وبشهادات الاخبار في ميشي باتيني فيلاغ سي بن همام تيقول لك بتنا بالمغرب رابح اصبحنا نائب في الخطر. رهبان لان الا الواحد تيعقل في اخر يوم اللي كنت تعقل ما كنعرفش شخصيا واش صغير ولا كبير ولا تعقل في اخر يوم في اخر يوم ننسوا من غير حضر في الجيك. حنا خدمنا واحد الميل في قوي وخدمنا الله يحفظه وخدمنا شخصيات وازنه مع عبد الله يواد ديال رئيس السنغال. ولجس نبض الشارع المغربي نزلت قناة شوف تيفي إلى الشارع وكانت هذه مجموعة من الآراء المختلفة في هذه القضية. تم هاد الأعضاء اللي تشدوا وكأس العالم ديال 2010 كانوا عطاو لجنوب إفريقيا، راه نورمال مور كانوا خصو يتعطى لينا حنا، راه شي نايض فيه التخلويط، حيت علاش؟ أنت كتشوف حنا حطينا الملف الترشيح ديالنا أحسن من ديال جنوب إفريقيا، كان هو كنقول لك هو اللي كان واخد نسبة الترشيح بزاف، هو اللي غيدير كل شيء مضامن في المغرب، كل شيء كيدير احتفالات وكيوجد اننا غنضموا كاس افريقيا، تجا الاخر كاس العالم، تجا حتى الاخر وما يقولش لجنوب افريقيا علاش؟ جنوب افريقيا دائما كانوا معولين عليه وعطاوه لهم علاش؟ حيتاش هما كانوا مدورين العقد، القضية فيها تخلوات في داك الشيء، الشيء اللي بان لي اخويا، الشيء راه بزاف، جوزيف بلاتر اللي حصل في هذه القضية هذه ديال التلاعب الكوب دي موند وبالمونديال وهذا الشيء اللي شنو غينظم؟ خصو يصيفطو ولا يجيبو لينا نصيفطو واحد فيهم، يا غيصيفطو يا غيجيبو لينا نتفاهمو معاه حدا فيهم، ولا كاع داروا مع المزال جيبو لينا السيلون، جيبو السيلون راه بعاد ولاد الدرب يتفاهمو معاه، يعني راه كويريه واحلين في الحبس، جيبو لهم وما غيتفاهمو مع هذا الشيء اللي كيدير. حنا كدولة المهم كنا معتمدين على هذا كأس العالم. وكان بين كل شيء بان المغرب هو اللي غادي ياخذ، حيت حنا الاعوام اللي فاتوا كنا دفعنا الملف ديالنا باش ننظموا كاس العالم للمنتخبات ولكن ما نجحناش، ولكن في 2010 كانت الدوله كل زعما عطات الامكانيات ديالها باش ننظموا كاس العالم، ولكن كما بان لكل شيء بان كانت تلاعبات في الفيفا وكانت واضحه العيان بان جنوب افريقيا هي اللي غادي تاخذ التنظيم، وكان بلاطير زعما كان تحيز لجنوب افريقيا بزاف على المغرب. في 2010 التنظيم استحق جنوب افريقيا، حيت جنوب افريقيا كان عندها تيرانات وكان عندها في المغرب ما كانش عندها تيرانات، هذاك الشيء استحق جنوب افريقيا تنظم على المغرب. بالنسبه للتلاعبات
لا طير ديما معروف شفار كياخذ ش عنده ناس كبار و... والعالم ديما دين العالم غادي بالشفره وداكشي ديما ولا غيدي بلاطير ديما راه يبقى تيموت جوزيف بلاطير خصو يتعاقب ويزول من ديك الفيفا ما يبقاش هذيك ماشي بلاصتو ويجيو شي مسؤولين يكونوا في المستوى ان شاء الله. الصراحه في 2010 ما كناش كان فهمتي كنشعروا باللي كاينه شي التباسات في هذه القضيه هذه، ولكن مع الاتحاد الافريقي وداك الشيء كل شيء ممكن، يقدر يكون وقع شي خواط وداس افريقيا. فضيحة إذا زلزلت عرش السويسري جوزيف بلاتير ومن معه من أعضاء إمبراطورية كرة القدم العالمية، ومن شأن تطوراتها أن تفضح الكثير، وفي انتظار نتائج التحقيقات لمعرفة إن كان المغرب فعلا حرم من تنظيم كأس العالم بسبب الرشوة والفساد في الفيفا. دمتم في رعاية الله وإلى فرصة قادمة بحول الله.